تحية طيبة مشاهدينا. الدونباس هو الإقليم الذي ما زال يشكل النقطة الأكثر سخونة في الصراع الذي تحول من نزاع روسي أوكراني إلى صراع روسي مع الغرب، متمثلا في الاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعنا نقل حلف شمال الأطلسي الناتو. أزمة تعذر حلها على مدى 7 أعوام، وها هي على أبواب عامها 8 تزداد تعقيدا. الغرب يحذر روسيا من القيام بأي خطوة من شأنها تصعيد الموقف، وروسيا تمضي في توسيع سيطرتها في الإقليم الشرقي من أوكرانيا، ونزاع مسلح اندلع منذ سنوات بين الجيش الأوكراني وجماعات أوكرانية مسلحة تدعمها روسيا بالسلاح من أجل العمل لصالحها في سبيل السيطرة على الإقليم الذي يرفض جزء كبير منه هذا الإخضاع. إلى أي مدى يثق الروس بقدرتهم على السيطرة في النهاية على الإقليم؟ وإلى أي مدى سيفي الغرب بتعهداته بدعم أوكرانيا؟ وما تأثير هذه الأزمة على الشرق الأوسط بملفاته المعقدة؟ وأسئلة أخرى كثيرة سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود، فأهلا بكم بعد هذا التقرير. تشهد العلاقات بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى توترات غير مسبوقة بلغت ذروتها في الأسابيع الماضية وسط اتهامات وتهديدات متبادلة. وفي ظل تصاعد التوترات، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين امتلاك بلاده أدلة على نية موسكو القيام بعمل عدواني في أوكرانيا، وحذر من أنها ستدفع ثمن ذلك غاليا. وفي المقابل اتهمت موسكو أوكرانيا بتعزيز قدراتها العسكرية عبر استقدام عناصر ومعدات ثقيلة إلى شرق البلاد، وذلك بعد أن نشرت كييف 125,000 جندي على حدودها، أي ما يمثل نصف القوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التقارب مع روسيا من خلال نيته في إجراء مفاوضات مباشرة، يرفض بوتين هذه الدعوة نافيا أي دعم منه للانفصاليين الموالين له في أوكرانيا، حيث علق على خطاب زيلينسكي بقوله إنها حرب أهلية لا يمكن وقفها إلا من خلال مفاوضات بين الأوكرانيين. معطيات تزيد من تعقيد المشهد جعلت رئيس أركان الجيش البريطاني يحذر من خطر نشوب حرب شاملة بين الغرب وروسيا، حيث أكد أن التوتر أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وهدد وزير الخارجية الأمريكي روسيا باتخاذ تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كانت واشنطن قد امتنعت عن استخدامها في الماضي. فكيف ستكون تداعيات الأزمة التي تعيشها روسيا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وهل سيسهم تزايد هذا التوتر في أن تخف وطأة التدخل الروسي في الملفين الليبي والسوري؟ أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم عبر الحدود. انعكاس تصاعد التوتر الروسي الغربي على الملفات الإقليمية، الأزمة الأوكرانية إلى أي مدى ستؤثر على الملفات في الشرق الأوسط بتعقيداتها، وخاصة الملفات التي فيها الحضور الروسي. يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيفي الكريمين الدكتور أحمد موفق زيدان الكاتب والصحفي السوري، مساء الخير دكتور، والدكتور طارق شندب المحامي والخبير في القانون الدولي، مساء الخير أيضا دكتور طارق. دكتور طارق دعني أبدأ معك كونك يعني وقتك معنا قصير مع الأسف. إلى أي مدى يبدو الادعاء الروسي صادقا
بالنسبه للشعوب او بالنسبه لي، خلينا نتحدث اقليميا، الشعوب العربيه الى اي مدى تصدق روسيا؟ روسيا تدعم او ترسل الفاغنر الى افريقيا، الى ليبيا، ترسل قواتها الى سوريا والى اوكرانيا ايضا، ثم تقول نحن لا علاقه لنا. واخر تصريح لبوتين انه ان هذه مشكله اوكرانيه اهليه، يجب ان يتحاور الاوكرانيون بين بعضهم. ما علاقه روسيا بالموضوع؟ تحية لك ولضيفك العزيز الصديق الدكتور أحمد زيدان ولكل الأخوة المشاهدين. أولا، روسيا مصنفة على أنها من أكثر الدول انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان. ثانيا، روسيا استعملت الفيتو أكثر من 16 مرة لمنع إحالة محاكمة نظام بشار الأسد وعصابته في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية. روسيا استعملت القوة العسكرية الإرهابية، كل ما يكلم من معنى، لقتل وللمشاركة في قتل أكثر من 20 مليون سوري وتهجير مليون سوري وتهجير أكثر من 20 مليون سوري وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في سوريا. روسيا دعمت نظام بشار الأسد الذي وقف ضد شعبه واستعمل الأسلحة الكيماوية واستعمل الأسلحة المحرمة دوليا في قتل الشعب السوري. خامسا، روسيا تستعمل كافة الوسائل التي يسمح لها بها استخدامها القانون الدولي، استعمال حق الفيتو أو التعطيل في مجلس الأمن، بالإضافة إلى استعمال القوة العسكرية لدعم كذلك الانفصاليين المتمردين في ليبيا ضد الشعب الليبي وضد حق الشعب الليبي، وهي تدعم ميليشيات حفتر وتدعم قوات فاغنر أو أرسلت قوات ميليشيات هذه الميليشيات الإرهابية إلى ليبيا لقتل الشعب الليبي وللوقوف وجه الحكومة الشرعية. روسيا دائما تقف ضد خيارات الشعوب. روسيا تنتهك حقوق الإنسان وترمي بالمعارضين الروس الداخليين في السجون، حتى أنها تقوم بتسميمهم، ولقد شهدنا عمليات تسميم لأهم المعارضين الروس سواء كانوا داخل روسيا أو خارج روسيا. الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كبرى لذلك على روسيا، أمريكا فرضت بعض العقوبات، المجتمع الدولي يعرف خطورة وإرهاب وإجرام النظام الروسي في ملفات حقوق الإنسان وفي الملف السوري والملف الليبي. هذا هو تاريخ روسيا، وبالتالي الجواب هو أن روسيا هي عصابة بلطجية تقود، يعني تترأس، أو أن روسيا هي دولة صحيح لها حق الفيتو، ولكن هي دولة تمارس البلطجة على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى العلاقات الدولية، وتلجأ إلى الخيارات اللا أخلاقية التي تعارض وتنتهك حقوق الإنسان وتنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص كذلك علاقتها مع المسلمين داخل الاتحاد السوفيتي السابق من احتلالها لعدد دول من الدول التي طلبت بالانفصال وقيامها بقتل الكثير من المسلمين واحتلالها للقرم، والآن مشكلتها الرئيسية مع أوكرانيا. دكتور أحمد موفق زيدان، أيضا مساء الخير مرة أخرى. يعني الأزمة ليست حديثة، بل مضى عليها 7 أعوام لم تحسم إلى الآن. ما الذي يمنع أوكرانيا من حسم هذه الأزمة والقضاء على المتمردين أو المسلحين في هذا الإقليم؟ هل هي الجغرافيا ما يمنع، أم أن روسيا فعلا تضع ثقلها في هذه الأزمة للسيطرة على الإقليم؟ في البداية تحية لك ولتناصح وللبرنامج وللصديق العزيز دكتور طارق. الحقيقة أنا باعتقادي أن الأزمة الحقيقية التي بدأت في عام 2014 وإن كانت جذورها من قبل، أنا باعتقادي أن تخلي أوكرانيا منذ البداية عن سلاحها النووي و يعني التخلي عنه بالكامل مقابل وعود لفظية من قبل روسيا بالحفاظ على استقلال وسيادة أراضي أوكرانيا، وكأن أوكرانيا التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي لم تتعلم شيئا من ممارسات ومن سلوكيات ومن تصرفات الاتحاد السوفيتي أو ورثة الاتحاد السوفيتي وهم بوتين وغيره. وبالتالي دفعت أوكرانيا ثمنا باهظا الآن عندما تخلت عن أسنانها ولم يعد لها أسنان، وبالتالي وجدت نفسها أمام دب روسي لا يشبع ونهمه كبير جدا، إن كان ما حصل في مولدافيا أو كان ما حصل في جورجيا أبخازيا وأخيرا عندما حصل في القرم.
الإشكالية الأساسية أنا باعتقادي بدأت من هنا. رقم اثنين، أنا باعتقادي الإشكالية الأساسية عند أوكرانيا أنها وقعت على اتفاقية مينسك التي رعتها الدول الأوروبية، وهذه الاتفاقية مجحفة بحق أوكرانيا، ويبدو أن أوكرانيا تفنطت لاحقا بأن هذه الاتفاقية قد انتزعت منها جيبين متمردين مدعومين من قبل روسيا، بحجة أنه والله هناك أغلبية ناطقة باللغة الروسية. ولذلك نحن الآن حقيقة، أنا باعتقادي نحن الآن في عالم بلا قواعد دولية وبلا قوانين دولية وقواعد بلطجة، كل واحد يستطيع أن يفرض بلطجته. يعني عندما تسمع الإيراني بأنه تدخل في سوريا من أجل حماية مراقب مثلا، تماما عندما تسمع من روسيا بأنه تدخل لحماية ناطقين باللغة الروسية في منطقة مينسك أو في منطقة يعني مناطق جيوب في الشرق الأوكراني. وبالتالي نحن هنا لسنا أمام قوانين دولية، سيادة الدول غير موجودة، الدول لم تعد هي القادرة على تطبيق قوانينها ودساتيرها، وإنما الدولة الأقوى هي التي تستطيع أن تقول بأنه والله أنا عندي عرقية معينة أو طائفة معينة أو قبر معين في سوريا أو في ليبيا أو في الجزائر، ومن حقي أن أحمي ذلك القبر، وهو الذي حصل أو الذي كانت ذريعة من قبل إيران. طبعا هذه القضية بدأت منذ بوش، وهو الذي قدم الذرائع، بمعنى أنه والله في عمل إرهابي، في إرهابي محتمل، وبالتالي أنا أستطيع أن أذهب إلى تلك البلدة وأستطيع أن أدمر وأضرب وأنتهك سيادتها، وعلى أساس أن هناك بوتنشل يعني في خطر محتمل قبل هذه الدولة أو تلك الدولة. أوكرانيا أنا باعتقادي لا تستطيع، وضعها صعب جدا، إن كان من حيث الوضع العسكري تخليها عن سلاحها النووي، أو كانها الآن كما قال وزير الدفاع الأوكراني بأنه بحاجة إلى أسلحة متطورة، وأن هذه الأسلحة يتم عرقلت بيعها من قبل ألمانيا. كما تعرف بأن كما نشرت الفاينانشال تايمز مقابلة مع وزير الدفاع الأوكراني قبل أيام، والذي قال فيها أنه عرضوا شراء أسلحة من الناتو ولكن ألمانيا مانعت إرسال هذه الأسلحة. وبالتالي وضع الأوكراني وضع صعب، إن كان من حيث الجغرافيا أو كان من حيث الجيران أو جيران أقصد الناتو التي كانت تأمل أن يتوسع شرقه، وبالتالي يكون بمثابة مظلة ضد العدوان أو الهمجية الروسية. نعم دكتور طارق، يعني بالفعل يعني اتفق رأيك ورأي الدكتور أحمد على أن العالم اليوم يمشي بقوانين البلطجة. ما تفعله روسيا في أوكرانيا، في سوريا، في ليبيا، ما تفعله الولايات المتحدة أيضا في العراق، ما فعلته سابقا وفي أفغانستان، وما تفعله اليوم أيضا في سوريا وفي غيرها، ما تفعله فرنسا في إفريقيا، يعني أين القانون الدولي من ذلك؟ أين أصبح القانون الدولي اليوم والدساتير الدولية، حقوق الإنسان وحقوق البلاد أيضا والحقوق السياسية و يعني لكل بلد ولكل سيادة دولة أيضا، أين هو القانون الدولي اليوم أصبح؟ للأسف هذه المنظومة القانون الدولي سقطت أخلاقيا وسقطت واقعيا في سوريا، في ليبيا، في أفغانستان، في العراق، عندما كانت الدول التي تملك حق الفيتو ومن بينها روسيا دول خمس في مجلس الأمن التي من المفترض هي أن تكون الدول الأساسية التي تحفظ السلم والأمن الدوليين وترعى تطبيق القانون الدولي العام والجنائي العام وقانون حقوق الإنسان. هذه الدول الخمس هي الدول المتهمة بارتكاب جرائم، وهي الدول المتهمة بانتهاك قانون حقوق الإنسان، وهي الدول المتهمة بانتهاك مبادئ الأمم المتحدة، والمتهمة بانتهاك المبادئ الأساسية التي قام عليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة. فمثلا روسيا هي من ترتكب الجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، وبالرغم من ذلك هي دولة في مجلس الأمن وتستعمل حق الفيتو لحماية المجرمين والقتلة. نفس الأمر شاهدناه في العراق عندما ارتكبت أمريكا وبريطانيا جرائم الاحتلال، جريمة الاحتلال عام 2003 بدون قرار أو تفويض من مجلس الأمن، وارتكبت أبشع المجازر بحق الشعب العراقي وما زالت حتى هذه اللحظة دون أي تفويض من مجلس الأمن، وهما دولتين يملكان حق الفيتو في مجلس الأمن.
كذلك الأمر في ليبيا عندما ارتكبت روسيا ودعمت جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لأطراف في ليبيا، هي أطراف تمارس إرهاب وتمارس قتل بحق الشعب الليبي وخروج على الشرعية شرعية الشعب الليبي، وروسيا تملك حق الفيتو في مجلس الأمن لحماية تلك الأطراف. كذلك الأمر الصين التي ترتكب جرائم بحق الإيغور وغيرهم وتملك حق الفيتو لمنع يعني حالة ذلك الملف الجنة الدولية. إذن هذه هي الإشكالية الكبرى، أن الدول هذه الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي، هذه المنظومة التي أعطت الحق بعد الحرب العالمية الثانية لهذه الدول الخمس هي من أكثر الدول التي مارست الإرهاب والقتل. كذلك فرنسا التي تمارس يعني أبشع أنواع الاحتلال حتى هذه اللحظة في بعض الدول الأفريقية، عدا عن جرائم الأخرى التي ارتكبتها في المغرب العربي وفي بعض الدول الأفريقية، حتى هذه اللحظة هناك دول محتلة من قبل فرنسا. إذن هم يتغنون بمبادئ الإنسان وبحق النقد الفيتو وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية فقط كشعارات تستعمل عندما يريدون أن يطبقوا مصالحهم ويحققوا مصالحهم على مصالح ذلك، عندما يطبقون ذلك على بعض الدول الفقيرة أو على بعض المتهمين الذين يعادونهم. أما أن تطبق تلك القوانين على تلك الدول الخمس فهذا لم يتم، وهذا أمر يعني فيه ليس فقط إجحاف للعدالة وإنما هو تغييب تام للعدالة التي يفترض أن تكون هذه العدالة تنال الجميع. ومن هنا لابد من تغيير هذا النظام القائم أصلاً على مبدأ المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية وعلى مبدأ محاكمة المهزومين. العالم تغير، هناك دول أكبر من هذه الدول الخمسة تملك حق الفيتو. لماذا هذه الدول هي التي تملك حق الفيتو؟ الآن العالم تغير كثيرا، هناك دول ليس هناك أي دولة إسلامية تملك حق الفيتو، ليس هناك أي دولة عربية تملك حق الفيتو، وبالتالي المنظومة الدولية التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت. هناك دول صاعدة ودول مهمة جدا على مستوى القانون على المستوى الدولي، سواء في القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، يجب أن يكون لها ذلك الحق. مثلا لماذا يمنع على أي دولة عربية أن يكون لها حق النقد مثلا، ولماذا يمنع مثلا على تركيا أن تكون تمتلك حق النقد، أو ماليزيا أو أندونيسيا؟ ولو تكلمنا عن هذه الدول من المجال الاقتصادي، في المجال الاقتصادي رأيناها دول قوية جدا، وفي المجال العسكري كذلك الأمر لبعض هذه الدول لها قوة عسكرية مهمة جدا الآن على صعيد العالم. وبالتالي هذه المنظومة الفاسدة التي نشأت بعد الحرب العالمية والتي مر عليها الآن يعني منذ عام 1942 وحتى هذه اللحظة أكثر من 80 سنة يجب أن تسقط، ويجب أن يتغير العالم، تغير منظومة العالم. ولكن هذا بحاجة إلى يعني وقفة الكثير من الدول التي يمكن أن تفعل ذلك، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، التعاون بين كل تلك الدول يعني منظمات دول شرق آسيا وغيرها من الدول الناشئة والدول الكبيرة ذات الوزن الاقتصادي والوزن العسكري الآن باستطاعتها أن تفرض أمر واقع. ولكن هل هذا الأمر يمكن أن يسمح به؟ هذا الأمر بحاجة إلى سنين وإلى أجوبة وإلى عمل، وهذا ما طرحه الرئيس أردوغان على أنه لماذا هذه الدول تملك حق الفيتو، والعالم هو أكبر من خمس دول، وللأسف تكون هذه الخمس دول كما ذكرنا هي دول تمارس البلطجة على مستوى العالم، تخرق القانون الدولي، وهي الدول التي تدعم أكثرية المنظمات الإرهابية والأنظمة الإرهابية في العالم. نعم دكتور موفق، أنت قلت أنه في اتفاقية مينسك يعني وقعتها أوكرانيا بضغط من الأوروبيين، أي أنهم دفعوها لتوقيع الاتفاقية وكانت مجحفة في حق أوكرانيا. لماذا إذن اليوم الغرب يدافع عن أوكرانيا في وجه روسيا؟ هل أوكرانيا حليف للغرب أم فقط الأمر يقتصر على سبب أنها تكون على حدود أوروبا الغربية، فلذلك يريدون حل هذه المشكلة وردع روسيا عن شرق أوروبا؟ يعني أنا باعتقادي أن الغرب يحلم بأن يصحو مثل ما كان يقول رابين، يصحو باكرا ويرى غزة قد ابتلعها البحر. وربما أيضا الغرب الآن في موقف محرج جدا، يتمنى أن يصحو صباحا ويرى أوكرانيا قد ابتلعتها الصحراء ولا ابتلعها البحر. لكن أنا باعتقادي أن الغرب هو على، تعرف أن أوكرانيا على تخوم أوروبا الغربية، وبالتالي إذا تمكنت روسيا من ابتلاع أوكرانيا فمعنى ذلك أن
التهديد المباشر سيكون إلى أوروبا، على هذا من حدود ناحية. أوروبا الغربية بالضبط، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا باعتقادي أن روسيا أو أوروبا، ربما كانت أوروبا تحديدا تحلم بأن تكون أوكرانيا عبارة عن منطقة عازلة بينها وبين النفوذ الروسي، ولكن سلوكيات وتصرفات وسياسات وممارسات الروس سابقا تخيف الغرب وتخيف الشرق وتخيف كل من يتابع سياسات روسيا، وأنها لا يمكن الركون لأي تصريح أو إلى أي تعهد روسي تجاه أوكرانيا أو غير أوكرانيا. طبعا هناك قضية أخلاقية، لأن هناك وعد بتمدد الناتو شرقا باتجاه أوكرانيا، والآن يعني الغرب يجد نفسه في موقف أخلاقي حرج، وربما هذا أيضا سيدفع دول مثل فنلندا ودول أخرى على أن تشكك في الوقوف الغربي إلى جانب أوكرانيا وبالتالي إلى جانبها في المستقبل. أنا باعتقادي أن هذه نقطة اختبار حقيقية للاتحاد الأوروبي، نقطة اختبار حقيقية للناتو، نقطة اختبار حقيقية للغرب بشكل عام، فيما إذا كان سيردع أو سيوقف الطموحات وسيوقف العجرفة والبلطجة الروسية أو لا. هذا أولا. لا ننسى بأن الغرب اليوم خرج منهزما من أفغانستان، وكانت هزيمة مذلة للقوات تحالف الدولة 38 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا باعتقادي روسيا من خبرتها بالانسحابات أو الهزائم الدولية كما حصل في أفغانستان عام 1990 وخرجت، تخرج الدول منهكة، منهكة داخليا، منهكة في علاقاتها الدولية، منهكة اقتصاديا، منهكة عسكريا، منهكة نفسيا. وبالتالي روسيا تريد أن تستغل هذه اللحظة، باعتقادي أن روسيا ترى أن هذه اللحظة ربما قد لا تتوفر لها. وروسيا الآن التي حشدت كما يقال 100,000 مقاتل على الحدود الشرقية لأوكرانيا، لا تستطيع أن تعود هذه الحشود بدون ضمانات واضحة من الغرب وتحديدا من الرئيس الأمريكي بأن الناتو لن يتمدد شرقا. ولكن بايدن قال لبوتين بكل صراحة أنه ليس له علاقة بالناتو، هذه الناتو تستطيع أن تتحدث مباشرة مع الناتو. طبعا هناك كلام روسي بأن الرئيس غورباتشوف كان قد انتزع تعهدا من الرئيس ريغان في التسعين بأن الناتو لن يتمدد شرقا، ولكن طبعا هذا الكلام نفاه غورباتشوف نفسه. وبالتالي الدعاية الروسية الحالية التي تتحدث بأن هناك تعهد غربي بألا يتمدد الناتو شرقا باتجاه أوكرانيا أو باتجاه روسيا محل نقاش. طبعا هناك، أنا باعتقادي ربما ستتحدث أنت جنابك في عن هذا الموضوع، هناك التداعيات الخطيرة. ما هي حجم التداعيات أو ما هي حجم العقوبات التي سيفرضها الغرب في حال أصرت على عدوانها أو على هجومها؟ نعم، طبعا سنتطرق بسؤال آخر عن هذا الموضوع، لكن دعني قبل أن نودع الدكتور طارق أن أسأله. دكتور طارق، إلى أين تسير الأزمة الأوكرانية؟ كيف ستؤثر على الشرق الأوسط إذا ما احتدمت فعلا والغرب يهدد كما تعلم؟ ملفات كثيرة أو مناطق كثيرة في الشرق الأوسط فيها حضور روسي كبير. أكيد بعد انتهاء الحرب العالمية دكتور طارق، الصوت غير واضح مع الأسف. من تلك الأمور. تمام، الآن أسمعك. سقط الاتحاد السوفيتي وبدأت دوله تتبعثر، كيف خسر الكثير من القوى العسكرية، وكيف قامت روسيا الآن بقيادة بوتين، وكانت بقيادة يلتسين سابقا يعني باستهداف دول حاولت الانفصال عن الاتحاد، مثل يعني مثل جورجيا، مثل بعض الدول الإسلامية الداخلية، قرطاز وغيرها، وكيف تم ارتكاب جرائم أخرى. الآن أوكرانيا كانت هي جزء أساسي من الاتحاد السوفيتي أو روسيا الكبرى، واستقالت أو فصلت عنها. هذا ما يعطي دفع للدول الأخرى طلب سائل. أي صراع على ملف الأوكراني الروسي
يمكن ان يؤدي الى ان تمتد تداعياته الى منطقه الشرق الاوسط، وبالاقل يمكن ان نقرا ذلك سريعا في موضوع الاختلاف والحرب الدائمه بين ارمينيا واذربيجان. بعد سنوات طويله من احتلال الارميني بعض الاقاليم السكانيه وبدعم من الروس، الاتراك طالبوا او عرضوا اجراء وساطه بين الطرفين، ولكن هذا الخلاف الذي قد يبدا او الخلاف او المعركه العسكريه ان بدات سوف تفرض عزله دوليه ثانيه على روسيا التي تحاول الاستعانه بالصين وبعض القوى الاخرى في ضمن ما يعرف بالتخصص بين العلاقات المميزه بين الصين وروسيا والمعاهدات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه، دون ان ننسى كذلك أن هذا الأمر سيكون له تداعيات على منطقة القرقان، كذلك على منطقة الشرق الأوسط. ولكن لنكن واضحين، منطقة الشرق الأوسط يعني نرى في ملف الفلسطيني فلسطين المحتلة هذه اللحظة هناك شبه توافق الروسية. الله أكبر، الله أكبر. في نفس الأمر الآن في سوريا لم نرى اي خلاف، يعني هناك توافق تام شبه تام اذا لم يكن تام في موضوع دعم نظام بشار الاسد، ولو بطرق مختلفه. الروس يدعمون من فوق الطاوله وبالصواريخ وبالبراميل وبالاسلحه المحرمه دوليا، الامريكان يغطون الطرف من تحت الطاوله يدعمون ما يقال في الاعلام غير ما ينفذ على ارض الواقع. هناك شبه توافق في الملف الليبي، قد يكون كذلك الامر ملفات كثيره، دون ان ننسى ان للدولتين روسيا وامريكا تجربتين سيئتين عندما حاولوا او عندما احتلوا افغانستان، خرجتا صغيرتين صغيرتين امام صمود الشعب. الان الامر يختلف باعتبار ان الدوله التي يقاتلون على ارضها او من اجلها هي دوله اوروبيه وليست دوله عربيه، أن الدول الأوروبية سوف تكون مضطرة إلى أن تأخذ موقف يختلف تماما عن موقف حدث من الصراع في سوريا، أو ليس الصراع، ثورة الشعب السوري في نظام الضغط في الشعب السوري. وبالتالي التهديد الأمريكي وكلام رئيس الأمريكي بوتين رئيس روسيا كان واضحا فرق بين العقوبات وعقوبات الآسيا، أمنيته يتحرك، ولكن ما هي تداعياتهم على الساحة العربية؟ هل يمكن الاستفادة منهم؟ أعتقد أنهم في الملفات العربية هم يكون وذلك لا، وبذلك لا نعول كثيرا على مثل هذا الخلاف، وان كنا نامل ان تلك الدولتين يعني هما كلتا الدولتين امريكا وروسيا ومن اكثر القوى دعمت دعمت ووقفت ضد الربيع العربي، ودعمت ووقفت تخيرات الشعوب العربيه، وساندت انظمه طاغيه حتى هذه اللحظه في بلداننا العربيه. لذلك لا اعتقد ان ذلك العربيه او في المنطقه الشرق الاوسط يعني، ولكن على العرب وعلى المسلمين الاستفاده من تلك اللحظه لاعاده بناء يعني قوه خاصه في العرب والمسلمين، وعدم التعويل على الاتحاد على روسيا وعلى الاتحاد الامريكي لحل مشاكلهم، بل التعويل ما يتعسر العرب. وهو ما يتعسر دائما على العرب والمسلمين الاستفاده من الدروس الجيزيا والانفتاح باتجاه هذه العلاقه لتكون اقوى واكثر متانه، هم مستفيدون من الناحيه الاقتصاديه من الناحيه العسكريه. شكرا لك الدكتور طارق شندب المحامي والخبير في القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب من لبنان، شكرا جزيلا لك دكتور طارق. وفاصل قصير مشاهدينا ونعود لمتابعه موضوع الحلقه، ابقوا معنا. كما أنت تريد حياة حقيقية وليست تمثيل كما يأتوا بها من خلال الانتخابات ولا غيره، وأعطي مش هذا الكلام كله عشان أطوع الجنب. حذر العيش، الشعب يريد حذر العيش.
المشير. احنا فوضنا المشير. احنا فوضنا المشير. انتخابات لا مسير. احنا فوضنا المشير. انتخابات لا مسير. انا نعتبرها حتى كارثه هذا الصبح. وبالتالي يعني تعبيركم بغاية من الوضوح اتجاه الدستور هذا شيء صحيح، يجب ان تلغى المسودة، تلغى الدفنك، هذا كله. صدر هذا الدستور المعيب، سيدي القائد العام اكد في اكثر من مناسبة ان هذا الدستور معيب، هذا الدستور يحض على زعزعة الاستقرار. فلن يكون جيشكم خاضعا لاي سلطة. طبعا بالنسبة للأستاذ عقيلة اعتبار رئيس مجلس النواب تعهد بأن سيقوم بتصحيح قانون الانتخابات وتصحيح الدستور، بس لابد تكون هذه الانتخابات نزيهة، ولو ثبت أنها غير نزيهة الجيش سيقوم بعمل يشهث هذا الانتخابات على إيجاد العمل برمته إذا كان ثبت أن هناك، لا يمكن أن تبقى في صناديق الانتخابات. كان يديروا بهذا الشكل، ينضمون في ليلة واحدة صناديق الانتخابات اللي الهم ولا كل. يعني نحن مش معنا نقبلوا بالنتيجة ظالمة نقبلوها، النتيجة كان ماشية بتسير بالطريقة الصحيحة احنا وصلنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود. إذن الأزمة الأوكرانية وانعكاسها على ملفات الشرق الأوسط. أرحب مرة أخرى بالدكتور أحمد موفق زيدان الكاتب والصحفي السوري، وبضيفنا أيضا عبر سكايب المحلل السياسي والعسكري العميد أحمد حمادة. مساء الخير سيادة العميد وأهلا وسهلا بك. الحرب أو النزاع الروسي الأوكراني مضى عليه 7 سنوات، وهذه السنة الثامنة ربما. قرعت خلال هذه السنوات طبول الحرب عدة مرات، لكن لم تصل الأمور إلى الحرب. هل هذه المرة مختلفة؟ هل يمكن أن نتوقع حربا فعلا بين الغرب وروسيا، أو على الأقل بين روسيا وأوكرانيا؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم، شكرا على هذه الاستضافة. لا أتوقع بأن هناك حربا وشيكة بين الناتو والروس أو بين أوكرانيا والروس. ربما تكون هناك عمليات حرب بالوكالة. الروس دائما يقولون بأن المشكلة هي بين أوكرانيا وما بين إقليم دونباس أو مع الجزء من الشعب الأوكراني. روسيا تدعم هؤلاء الانفصاليين بقوة وتقول بأن هؤلاء يريدون الانفصال أو الحكم الذاتي أو غير ذلك، ولكن روسيا دائما تريد السيطرة على هذه المنطقة، السيطرة على أوكرانيا، على أجزاء من جورجيا، كما سيطرت على القرم وعلى مناطق أخرى. أولا تعتبر روسيا بأن هذه المناطق هي مناطق حماية أمنية لها وللأمن القومي الروسي، وبالتالي تمر أنابيب النفط والغاز أو الغاز بالأحرى باتجاه أوروبا. ولذلك نرى بأن روسيا البوتينية اليوم تريد العودة إلى العهد السوفيتي من خلال السيطرة على أجزاء واسعة من هذه المناطق. ورأينا بأن بعد الثورة الأوكرانية في 2014 انحرف المسار الروسي وبدأت المشاكل في إقليم دونباس، وتقول روسيا بأن دونباس كانت جزءا من القيصرية الروسية قبل قرون، كما كانت يعني أوكرانيا تريد من أوكرانيا أجزاء. مثلا تم بعملية هزلية استفتاء في منطقة القرم وضم القرم التي تسيطر منطقة القرم على أكثر من 70% من المياه الاقتصادية والمياه الإقليمية لأوكرانيا.
فإذا رغبة روسيا في السيطرة موجودة وتقوم بدعم الانفصاليين بشكل كبير، ولكن لا توجد اليوم يعني قضية كبيرة. إذا وقعت هناك حرب فميزان العسكري خاسر بشكل كبير لصالح روسيا، فأوكرانيا لا تستطيع رغم التطور الكبير في التدريب واستخدام أو تزويد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة، وكذلك تزويدها بالمسيرات التي أذلت السلاح الروسي في كرباخ وفي ليبيا وفي سوريا وفي مناطق أخرى، إلا أن للروس دولة عظمى تستطيع سحق هذه المنطقة إن أرادت، ولكن حتى الآن لا نرى جدية واضحة من قبل الناتو بالمواجهة العسكرية الواسعة مع روسيا. ربما تكون هناك عقوبات اقتصادية وهذا أقصى ما تلوح به حتى الآن. نعم. إذن أوروبا إذن خيار الحرب مستبعد في حتى الآن رأيك. مستبعد، ربما تكون في منطقة دونباس بذاتها اجتياح عسكري روسي، أما أن تقوم روسيا باجتياح كامل لأوكرانيا فهذا غير مطروح حتى الآن، مستبعد أيضا بشكل مستبعد. دكتور أحمد موفق زيدان، أنت قلت أن فعلا الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات، يعني اقتصرت الولايات المتحدة أعلنت دعمها لأوكرانيا عدة مرات، وآخرها كان بالأمس القريب يعني على لسان وزير الخارجية الأمريكي، لكن الآن نرى أن الولايات المتحدة يعني أقصى ما وصلت إليه هو التهديد بفرض عقوبات على روسيا في حال اجتاحت أوكرانيا أو غزت أوكرانيا. إلى أي مدى سيكون هذا مشجعا لروسيا فعلا للإقدام على هذه الخطوة؟ يعني هناك عدة إجراءات أو عدة عقوبات يمكن أن تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية على الطاولة، وباعتقادي أن القمة الافتراضية التي حصلت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي بوتين كانت واضحة، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالأمس قال بأن الأسابيع القليلة القادمة ربما ستكون حاسمة فيما إذا كان بوتين قد أصغى إلى ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا نحن نسمع أنه فقط ماذا هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن لا أحد يعرف ماذا هدد أو ماذا تحدث بوتين لجو بايدن، حتى أن الوسائل الإعلام الروسية لم تتحدث لنا أو لم تخبرنا عن ما قاله بوتين لجو بايدن. لكن أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها ضغوط اقتصادية أو أوراق اقتصادية قوية جدا. ما تريده أوكرانيا لا تريد قوات أمريكية أو قوات أوروبية على أراضيها كما قال وزير الدفاع الأوكراني، نحن نريد كما قال أسلحة متطورة. هذه الأسلحة المتطورة إن كانت أنظمة دفاع جوي، إن كانت طائرات بلا طيار، وإن كانت طائرات بلا طيار يبدو أنها دخلت الخدمة الأوكرانية من تركيا حسب مجلات انتليجنس أونلاين وتقارير استخباراتية غربية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حزمة من العقوبات التي ربما تكون مؤلمة لروسيا. بالأمس كنا نسمع بأن خط الغاز الذي سيكون أو الذي سيصل بين روسيا وأوكرانيا ثم ألمانيا نوردن ستريم بأن ألمانيا ستوقفه، وإذا أوقفته فهذا بكل تأكيد خسائر كبيرة جدا لروسيا. هذا على صعيد التعامل الاقتصادي. طبعا لا ننسى بأن الغرب الآن يعتمد في التدفئة بشكل كبير جدا على الغاز الروسي، ونحن الآن على أبواب شتاء قارس، وبالتالي من الصعب جدا تخلي الغرب عن هذه الميزة أو عن هذه الضرورة أو الحاجة الملحة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع، أكبر شيء لوحت به هو قضية أسلحة متطورة يمكن أن ترسلها إلى أوكرانيا. على صعيد العقوبات الاقتصادية ربما تحرم روسيا من خاصية السويفت كود، وإذا حرمت روسيا من خاصية السويفت كود تعرف أنه لا تستطيع أن تتعامل مع النظام البنكي العالمي، وبالتالي سيكون هناك حالة شلالية تامة للاقتصاد ورجال الأعمال الروس. هناك أيضا أمريكا هددت بفرض عقوبات أو طالبت الشركات الأوروبية التي تتعامل مع السوق الروسية بوقف تعاملها، وهذا إذا حصل فسيكون ضربة اقتصادية كبيرة جدا لروسيا، كون الشركات الأوروبية تقريبا هي في الواجهة التي تتعامل مع روسيا.
طبعا بكل تأكيد أن هذه الخسائر أيضا ستمس الاقتصاد الأوروبي، ولكن في المجمل أنا باعتقادي نحن أمام لحظة اختبار حقيقية، إن كان اختبار للروس أو اختبار للغرب وأمريكا. نعم سيادة العميد، يعني أنت استبعدت خيار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن ماذا عن إقليم الدونباس تحديدا؟ هناك يعني مجموعات مسلحة يعني عددها ربما غير معروف بالضبط، لكنها مدعومة من روسيا. إلى أي مدى هم قادرين هؤلاء المسلحون، هذه الجماعات، إلى أي مدى هي قادرة على مواجهة أوكرانيا وفرض استقلالها في هذا الإقليم؟ يعني هذه المنطقة هي شرق أوكرانيا ومحاذية للحدود الروسية، روسيا تدعم بشكل لا لبس فيه هذه المجموعات، ربما تؤيدها على الانفصال، ربما تكون هناك أزمة عالمية تفضي إلى يعني مفاوضات تؤدي إلى حكم ذاتي لهذه المنطقة، ولكن لا أتوقع بأن الناتو وروسيا والدول العديدة أن تكون هناك حرب طاحنة، والدول يعني تذكرنا هذه الأزمة كأزمة كوبا والصواريخ الكوبية في 62 في عهد كينيدي التي أدت إلى تسوية ما في هذه المنطقة، ولكن روسيا حريصة على أن تنفذ رؤيتها في هذه المنطقة، ربما الغرب لحاجته للغاز الروسي أو لعدم المواجهة المفتوحة مع إصرار بوتين اليوم على مكاسب في هذه المنطقة، ربما تفرض شيئا من حصول هذه المنطقة على حكم ذاتي أو شبه حكم ذاتي، لأن روسيا تطلب تعهدات من الناتو، عدم اقتراب الناتو من أوكرانيا، من جورجيا، من باقي هذه المناطق، علما بأن الناتو اليوم أصبح على حدود روسيا في لاتفيا، في استونيا، في دول البلطيق، في مناطق أخرى، ولكن اليوم تعتبر روسيا هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية وأمنية درجة أولى، لا تريد اقتراب الناتو، لذلك رفضت حتى الآن أمريكا والناتو تقديم ضمانات واضحة ومكتوبة وموثقة بأنها لن تقترب على ضم أوكرانيا للناتو، لأن ضم أوكرانيا للناتو يعني تعهد الناتو بالدفاع مهما كلف الأمر عن حدود هذه المنطقة، هذا من ضمن يعني مخرجات الناتو أو من ضمن سيستم الناتو هذا الأمر، ولكن اليوم روسيا تريد أن تضغط بشكل كبير كما يحصل اليوم في سوريا، في ليبيا. ما هو الجدية التي يعني أبداها الغرب من وجود روسيا في سوريا نتيجة كل هذه الإجرام؟ وهذا لم نرى تدخلا فاعلا أو ضغوطا فاعلة في أي مسألة يكون فيها احتكاك ما بين الروس والغرب، أو بالعكس أدار الغرب ظهره إلى العالم العربي، إن كان في الخليج أمام العربدة الإيرانية أو في سوريا أمام العربدة الروسية، وكذلك سنرى حلا ما في منطقة أوكرانيا، وربما تقاسم الكعك كما يقال، دونباس منطقة نفوذ روسي كما أوكرانيا التي لم يتحرك الغرب عندما تم ضمها بشكل لا شرعي، وربما تكون أوكرانيا كذلك يعني تدخل في ضمن نطاق معين للناتو أو الدول الغربية. نعم دكتور موفق، يعني العقوبات تشكل رادعا كما قلت، هناك درجات من العقوبات من قبل الولايات المتحدة ربما تشكل رادعا فعلا لروسيا على الإقدام على غزو أوكرانيا أو غزو الإقليم تحديدا، لكن نرى أن الغاز ربما تلتقي مصالح كل الأطراف على استمرار ضخ الغاز سواء روسيا أو الغرب أو حتى ربما أوكرانيا، هل سيكون هو كلمة الفصل؟ هل سيشكل الغاز حجر الأساس الذي يرتكز عليه النزاع ربما وتتم هناك تسوية معينة؟ يعني رؤيتك أو السيناريو القادم لهذه الأزمة؟ يعني أنا إذا أضع السيناريوهين، سيناريو الحرب أو سيناريو لا حرب، إذا كنت تحدثنا عن سيناريو لا حرب فمعنى ذلك أنه سيكون هناك نوع من الصفقات بين روسيا وبين أوكرانيا أو بين روسيا وبين الغرب،
وربما كما طرحت مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group أنه يكون هناك اعتراف بوضعية معينة لدونباس وللجيب الآخر على أساس يتم تجريد المسلحين أو المتمردين من أسلحتهم. قلق أوكرانيا طبعا هو باستمرار تدفق الأسلحة على المتمردين في دونباس وغيرها، وهما يشكل خطرا على أوكرانيا ومستقبل أوكرانيا. وأنا باعتقادي أن هذا ربما لن يعني يكفي شهية الروس في هذا الموضوع. حشد 100,000 مقاتل يعني روسي مع أسلحة ضخمة لأول مرة تحشدها روسيا، وحتى أضخم من الحشودات التي حشدتها في أيام القرم، يشير إلى أن روسيا هناك جدية حقيقية في اجتياح أوكرانيا. وإذا لم يتم التخلي عن أوكرانيا من حيث يعني توسع الناتو شرقا، أو من حيث تخلي أوكرانيا بالكامل عن الانضمام إلى الناتو، أنا باعتقادي إذا لم تحصل روسيا على هذا التعهد من أوكرانيا، فإن روسيا التي حشدت 100,000 مقاتل ربما لأول مرة منذ أيام جورجيا لن تعود هذه القوات يعني خالية الوفاض أولا، خصوصا كما تحدث بأن روسيا ترى بأن الغرب وأن أمريكا الآن في حالة تضعضع، في حالة خلخلة، وأمريكا بعد أن هزمت في أفغانستان ربما هذه لحظة فارقة بالنسبة لروسيا أن تستغلها. بالنسبة للغاز أنا باعتقادي الغاز موجود وكل الطرفين يريدان أن يستفيدا من الغاز، ولكن الحقيقة حتى لو حصل في أسوأ الأحوال حرب في أوكرانيا وجاءت شخصية جديدة كرئيس لأوكرانيا، أنا لا أعتقد أنه سيكون يعني أقل تساهلا من هذا الرئيس، وإنما سيكون أكثر تشددا، وربما القومية الأوكرانية ستزداد قوة، وربما سنتحدث بعدين عن استهداف أنابيب الغاز المتجهة باتجاه أوروبا، وبالتالي يعني روسيا ستكون في مأزق حقيقي إذا هي انسحبت دون حصول على تنازلات كبيرة من أوكرانيا أو حتى لو وقعت الحرب. ولكن ما هي تأثيرات وانعكاسات هذه الحرب على المنطقة العربية؟ وأنا باعتقادي هذا أمر مهم جدا. أنا أظن أن في التداعيات هناك نقطتان يجب أن يعني ننتبه إليها نحن في الربيع العربي وفي الثورات العربية وفي الدول العربية. النقطة الأولى أن أي حرب في حال حصول سيناريو الحرب فإن موضوع الغاز سيكون الغرب في حالة يعني الغرب في حالة نقص كبير جدا للغاز، وستضرب أنابيب الغاز، وبالتالي روسيا لن تكون الدولة المصدرة الأولى للغاز في العالم، وإنما سيكون هناك حاجة غربية للغاز القطري أو للنفط في المنطقة العربية. هذا على صعيد الطاقة. أما على صعيد التأثير المباشر الذي سنلمسه الآن أنا باعتقادي هو العقوبات الأوروبية التي فرضت على فاغنر، ونحن فاغنر اكتوينا بنارها إن كان في سوريا، إن كان في ليبيا، إن كان في مالي، إن كان في العراق، وبالتالي هذه العقوبات ربما على فاغنر قد تحد من التحركات الروسية ومن البلطجة الروسية. وأي صراع أنا باعتقادي مع هذه القوى الكبرى ربما نستطيع أن نتنفس الصعداء شريطة أن تكون القوى الثورية والقوى الربيع العربي مستعدة لملء الأسباب ومستعدة للاستفادة واستغلال هذا الظرف. ولذلك كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن هذه الحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يمكث ويمكث ويمكث وينتظر لحظة تاريخية ربما تفي عن سنوات وعن عقود. الكلام جميل جدا دكتور أحمد موفق زيدان الكاتب والصحفي السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة، وشكر أيضا للعميد أحمد حمادة المحلل السياسي والعسكري، شكرا جزيلا، وشكر أيضا لضيفنا الذي كان معنا في النصف الأول من الحلقة الدكتور طارق شندب المحامي والخبير في القانون الدولي، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة، إلى اللقاء.
التناصح الفضائي. وإلى الشباب الشجعان الذين سادروا